للمزيد ينضم إلينا من عدن مراسلنا ياسين الرضوان. ياسين، نرصد معك تفاصيل هذه المرحلة الرابعة فيما يتعلق أيضا بالتهديدات التي سمعناها منذ أكثر من يوم عن ربما استهداف في البحر الأبيض المتوسط، وأيضا التفاصيل الميدانية لديك. نعم كارولينا، إذا أعلن الحوثيون عبر ناطقهم العسكري يحيى سريع المرحلة الرابعة من تصعيدهم، وكانت المرحلة هذه الرابعة تستهدف السفن الخاصة بالملاحة أو القادمة إلى الموانئ الإسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط. وهناك أيضا من يقول من المراقبين أن هذه التصعيد في هذه المنطقة سيكون ذات لمسات واضحة إيرانية بحكم القرب الجغرافي من هذه المنطقة. وأيضا المرحلة الأولى كانت باستهداف يعني سفن الشحن في البحر الأحمر، أما المرحلة الثانية فهي استهدافها في البحر العربي، وكذلك في المرحلة الثالثة استهداف السفن في المحيط الهندي. وقال أيضا عبد الملك الحوثي بأن المحيط الهندي أو البحر الأحمر على وجه التخصيص بمثابة بحيرة يسهل فيها تغطية أي استهدافات لسفن الشحن، وأنهم قاموا بذلك بكل جدارة. وقال أيضا أن العدوان الأمريكي البريطاني شن ما يقرب من 452 غارة باستثناء الغارات الأخيرة على مطار الحديدة وعلى أهداف في محافظة صعدة. معقل الحوثيين أيضا بينما قال أنهم نفذوا هجمات باتجاه البحار الثلاثة بما يقرب من 606 صاروخ سواء مجنح أو مسير أو باليستي، وأيضا 111 هجوما باتجاه الأراضي الإسرائيلية المحتلة. وكذلك أيضا تحدث مراقبون وتخوف أيضا من ربما تحركات بعد هذه المرحلة من التصعيد في البحار إلى الداخل اليمني، لا سيما أن هنالك تحشيد وتصعيد في كافة الجبهات اليمنية في الداخل اليمني. وأيضا هنالك من يتحدث على أن هنالك إجراء مناورات تقوم بها جماعة الحوثي كما يجري في المنطقة الخامسة الواقعة تحت سيطرتهم، وتقوم هذه المناورات باستهداف أهداف إسرائيلية مفترضة عبر الأربيجي وعبر عمليات توقل كما يقول عنها الحوثيون. وأيضا هنالك مصادر تؤكد على أن هنالك تحركات ميدانية لخبراء في عدد من المحافظات لاستحداث مناطق لإطراق الصواريخ مثل محافظة الحديدة، وكذلك أيضا باتجاه محافظة إب ومحافظة البيضاء وسط اليمن استعدادا ربما لتكثيف هذه العمليات. بينما أيضا يقول مراقبون أنه ربما تكون هنالك مرحلة خامسة من التصعيد وهي استهداف الأساطيل الجوية لإطباق هذا الحصار باتجاه الأراضي المحتلة. وقالوا أنهم مستمرون أيضا في هذه العمليات التي تقوم بها جماعة الحوثي، بينما أيضا تشدد وهنالك أيضا مصادر ميدانية تحدثت عن تفكيك قارب مفخخ بالقرب من باب المندب حسب ما تحدثت به مصادر لمركز مسام الذي يتبع المملكة العربية السعودية. كارولينا، شكرا جزيلا لك من عدن مراسلنا ياسين الرضوان.